الأفضال. لنتعرف هنا على جانب من شخصية المغيرة وسيرته في سير أعلام النبلاء للذهبي. يقول: وروى الواقدي قال المغيرة بن شعبة: كنا متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم. فأجمع نفر من بني مالك الوفود. أيضا الآن يعني خطر في ذهني في بالي التهمة الجاهزة إلى هذا القوم أو إلى ذاك القوم، إلى هذا المجتمع أو إلى ذاك المجتمع، إلى هذا الصنف إلى ذاك الصنف، إلى هذا البلد إلى ذاك البلد. التهمة جاهزة. وأيضا كما يسوق الدواعش الآن على عنوان الفرس والمجوس وعنوان الصفويين على كل من يخالف هذا الخط، حتى لو لم يكن من الشيعة أيضا يتهم بهذه التهمة، وأنهم مع المجوس أو من المجوس أو مع الصفويين أو مع ما يرجع إلى هذا العنوان. الآن لا نريد أن نذكر الأسماء والعناوين، لكن لا يصح أن حتى الإنسان لو كان هو على عبادة النار كان من المجوس وأسلم، كان على اليهودية فأسلم، كان على النصرانية فأسلم، كان على عبادة الأصنام والأوثان فأسلم، كما هنا كانوا سدنة اللات. ما هو الفرق؟ يعني عندما يقال لهذا أنت مجوسي وأصلك مجوسي، فأنت من أين؟ أنت من جماعة اللات والعزة وهبل والأصنام والأوثان، وتقول هذا يهودي وابن سبأ يهودي، والشيعة أخذوا من اليهود وأخذوا من المجوس وأخذوا من الحرانية وأخذوا من الصابة، وأنت من أين أخذت؟ أخذت من اللات والعزة ومن الأصنام والأوثان. هل يصح هذه التهم التافهة؟ هل يصح هذا الكلام التافه؟ والمشكلة هنا، هنا هذه المشكلة. يعني هو في أردأ وأسوأ وأقذر حالات التجسيم والإشراك والوثنية والصنمية وعبادة الأوثان، ويتهم الآخرين بالإشراك. هذه المشكلة هنا، ويقتل الآخرين على أساس أنهم واحد وباقي الناس هم في شرك ووثنية وكفر. يتهم الناس، يتهم الشيعة وهم العرب وأصل العرب، يتهم الشيعة بأنهم من الصفويين ومن الفرس ومن المجوس، وعندما تسطر الآن أئمة الشيعة وأئمة الدواعش، وضع نسبة لا يوجد مقارنة، أكثر من 90% من أئمة الدواعش، إذا لم نقل 100% بحيث باقي الأرقام الأئمة العرب لا ذكر لهم ولا يقارن عددهم مع باقي الأعداد، ستجدهم من الأعاجم. وأئمة الشيعة تجدهم هم العرب، هم أصل العرب ومنبع العروبة، لكن ليس الكلام بهذه الخصوصية، الكلام بالإيمان بالأفعال بالأقوال بالصدق بالإسلام بالإنسانية بالأخلاق بالرحمة بالأمان بالسلام. إذن يقول في سيرة أعلام، إذن الآن قلنا دال لنتعرف هنا على جانب من شخصية المغيرة وسيرته في سير أعلام النبلاء الذهبي. وروى الواقدي قال المغيرة بن شعبة: كنا متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قومنا، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم. يقول لو قومي أسلموا ما تبعتهم. إذن ما هو سبب إسلامك أو سبب إسلامك يا مغيرة؟ يقول: فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم، فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس وإهداء هدايا له، فأجمعت الخروج معهم، فاستشرت عمي عروة بن مسعود فنهاني وقال: ليس معك من بني أبيك أحد، فأبيت وسرت معهم وما معهم من الأحلاف غيري، حتى دخلنا الإسكندرية فإذا المقوقس، هذا الكلام في مصر، يقول حتى دخلنا الإسكندرية فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، فركبت زورقا حتى حاذيت مجلسه فأنكرني وأمر من يسألني، فأخبرته بأمرنا وقدومنا، فأمر أن ننزل في الكنيسة
وأجرى علينا ضيافة ثم أدخلنا عليه ثم أدخلنا أو أدخلنا عليه فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه وأجلسه معه ثم سأله أكلكم من بني مالك؟ قال نعم سوى رجل واحد فعرفه بي فكنت أهون القوم عليه وسر بهداياهم وأعطاهم الجوائز وأعطاني شيئا لا ذكر له. وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم ولم يعرض علي أحد منهم مواساة وخرجوا وحملوا معهم الخمر. أجلكم الله. يقول وخرجوا وحملوا معهم الخمر فكنا نشرب فأجمعت على قتلهم لاحظ هذا هو السبب، سبب دخول المغيرة الإسلام. يقول فأجمعت على قتلهم وخرجوا وحملوا معهم الخمر فكنا نشرب فأجمعت على قتلهم فتمارثت وعصبت رأسي فوضعوا شرابهم فقلت رأسي يصدع أو يصدع ولكني أسقيكم فلم ينكروا فجعلت أصرف لهم وأترع لهم الكأس فيشربون ولا يدرون حتى ناموا سكرا فوثبتوا وقتلتهم جميعا وأخذت وأخذت ما معهم فقدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجده جالسا في المسجد مع أصحابه وعلي ثياب السفر فسلمت فعرفني أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هداك للإسلام. قال أبو بكر أبن مصر أقبلتم؟ قلت نعم. قال ما فعل المالكيون؟ قلت قتلتهم وأخذت أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخمسها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إسلامك فنقبله ولا آخذ من أموالهم شيئا لأن هذا غدر. لاحظ غدر حتى بالغربي بالأوروبي بالأمريكي بالشرقي بالغربي بالشيعي بالصوفي هذا غدر. يقول ولا آخذ من أموالهم شيئا لأن هذا غدر ولا خير في الغدر. فأخذني ما قرب وما بعد وقلت إنما قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمت الساعة. قال فإن الإسلام يجب ما كان قبله. وكان قتل منهم 13 فبلغ ثقيفا بالطائف فتداعوا للقتال ثم اصطلحوا على أن يحمل عني عروة بن مسعود 13 دية وأقمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اعتمر عمرة الحديبية فكانت أول سفرة خرجت معه فيها. انتهى هذا الشاهد في سير أعلام النبلاء. وفي البداية والنهاية ولا زال الكلام هو في التعرف على جانب من شخصية المغيرة. في البداية والنهاية جزء 8 وفي الإصابة جزء 3. قال وكان جابر أو قبيصة بن جابر يقول صحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لها 8 لا يخرج من بابها إلا بمكر يقول لخرج المغيرة من أبوابها كلها. وابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة قال في تسلسل 8185 قال المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. وذكر البغوي أن المغيرة استأذن على عمر فقال أبو عيسى فقال عمر من أبو عيسى؟ قال المغيرة بن شعبة قال عمر فهل لعيسى من أب؟ فشهد له بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكنيه بها. فقال عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا وكناه أبا عبد الله. هنا أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه بأبي عيسى
ولكن ليس هذا فقط، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يكنيه بها تكرارا إلى الحد الذي شاع ذلك بين الصحابة فشهدوا له بذلك. ولكن إن صح الكلام فأين الخليفة ابن الخطاب رضي الله عنه مما فعله الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام مع المغيرة وتكنيته له بأبي عيسى؟ ولو كان الخليفة عمر قد صدق الشهود، فلماذا غير كنية المغيرة التي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله أبا عبد الله بدلا من أبي عيسى؟ وما علاقة الكنية بأبي عيسى وعدم وجود أبي عيسى عليه السلام؟ ويا ترى هل يلتفت النبيه العاقل المنصف لمضمون الروايات إضافة لرواتها والظروف المحيطة بصدورها؟ ماذا أقصد هنا؟ أقول فهل سأل الإنسان العاقل نفسه هل ارتكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذنبا عندما كناه بأبي عيسى حتى يقول الخليفة الثاني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا؟ هل ارتكب ذنبا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بهذا الشهادة وبهذا الكلام يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا؟ وأخيرا أقول إذا كان الأمر محذورا وخطرا أعرض عنه خليفة المسلمين وحذر منه وبدله، فلماذا تمت مخالفة قول وفعل الخليفة فتمسك المغيرة والصحابة وأهل الحديث والرواية والمؤرخون وأصحاب السير وغيرهم تمسكوا بكنية أبي عيسى؟